زين. اكو بالمنطقة خطورة، زيارة الرئيس الإيراني بها جوانب سياسية عسكرية اقتصادية. تمام. الجوانب الاقتصادية بسيطة جدا، ما يحتاج لها اليوم لزيارة الإقليم، لا أبدا. الزيارة يجوز للبصرة اقتصادية لربما مهمة بقضية السكك والحديد اللي وقعوها آخر شيء وزير يعني النقل. يعني اقتصاديا مع الإقليم ماكو، القضية سياسية. سياسيا نعم، الزيارة سياسيا جدا ومهمة جدا، أعتقد وهي أول مرة تحدث يعني بالتالي. الخضوع كوسيط العراق لا يمكن، مو لأنه العراق ما إلى دور، إلى دور، ولكن ما يمتلك اليوم إمكانيات إقناع الإدارة الأمريكية بإيقافهم بالضرب على إيران، مستحيل، ما ممكن يجي العراق. العراق لو كان عنده إمكانية استمح لي. هو الآن المنتظر مو الأمريكان يضربون الإيرانيين، الإيرانيين يضربون الإسرائيليين. إيه ما هذا ما هو هاي القصة، هي ما متوقفة. والوسيط مو شرط يروح يقول لهم لا تضربوا لا. استاذ محمد مو قضية وسيط، بس خلي أوضح لك. هل متوقفة اليوم العمليات العسكرية ما بين إيران وأمريكا؟ غير متوقفة. اليوم إيران لديها أذرع، اليوم متمكنة بأذرع حزب الله، متمكنة في سوريا بالمقاومة، وحتى المقاومة في العراق اليوم أيضا جزء من هذه المقاومة اليوم بأيادي إيرانية. اليوم هي اليوم اللي تمون السلاح اليوم في المنطقة إيران، وهي الإيران معتمدة بقضية حتى غزة. اليوم لن يكون غير لاعب دور كبير هو إيران. ما متوقف العمليات اليوم، احنا على مود نتحدث بعملية التهدئة، ماكو شيء.